وين بدي أفرجي للعالم إنه رغم الصعوبات اللي بالمخيم وحنا بنمارس كرة القدم. احنا كنا عايشين بخيم، بعدين تطورنا وصرنا عايشين بكرفانات، ويوم نلعب كرة قدم وتصير تمطر تصير الملعب كله طينة، واحنا مع كل هاي الصعوبات بنمارس كرة القدم مع اصحابي. قبل ما تيجي هون كنت لعب رياضة بسوريا؟ كنت اعشقها لدرجة اني اموت من وراها. انا بدي اعرفكم عن صاحب محمد، احنا كثير بنحب نلعب كرة القدم، وهو بيلعب هجوم، وتعرفنا على بعض في مخيم الزعتري، واحنا كثير هسه اعز اصدقاء على بعض، كثير بنبسط مع هيك ما بتعب، يعني كثر ما انبسط مع اصحابي ما بتعب. انا وقريبي يوسف كثير نلعب كرة قدم، كنا بسوري كمان نلعب كرة قدم، وهون صرنا اقوى كثير من اول، وصرنا مشهورين بالمخيم. أنا حلمي للمستقبل أني أمارس كرة القدم وأصير مشهور بين العالم.